الو، السلام عليكم جمهور قناة الدوري والكاس، قناة كل العرب. اليوم فرحة كبيرة من فوز منتخب العراق على استراليا. نحاول ناخذ لقاءات مع بعض اللاعبين. اليوم انا مقدم الحلقة يونس محمود. اليوم انا اقدمكم الحلقة. نلتقي اول شيء بابو جيس. ابو جيس دمرني، واقف على الخط كل ساعة يريد اطلع واطلع. ابو جيس شلونك؟ هلا حبيبي، شلون صحتك ابو جيس؟ تتعشى وقاطعنا والله يا ابو جيس. شلون كانت المباراة وشنو كان توقعك قبل المباراة وشنو كان رد فعلك بعد المباراة؟ والله كنا متفائلين كلنا، احنا يمكن انت تدري قاعدين، احنا كنا لازم نفوز بهاي المباراة. الحمد لله قدموا اللاعبين مستوى رائع، هذا مستواهم الحقيقي. نقول ما ننسى هذا المباراة، عندنا مباراة صعبة امام عمان، ان شاء الله ما نفكر بهاي الفوز، انسى اليوم المباراة خلاص انتهت، وان شاء الله همتنا بيكم على مباراة عمان ان شاء الله. احمد الناجد شو يقول؟ احمد الناجد اليوم متابع من المدرجات بس قلبه مع الفريق. احمد الناجد شون يعني شون صبرت انت بالمدرجات واللاعبين يلعبون جو والفرحة اللي صار الفوز اللي صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مبروك للشعب العراقي الفوز اللي حققناه، ويعني مثل ما تعرف يعني الناس كلها كانت متحمسه ويا الفريق، ومو بس انا يعني كل الناس كانت تتمنى انه يلعبون وانه يحققون فوز، والحمد لله شكر ما خسروا الشباب يعني داخل الملعب، يعني رفعوا يعني راس العراقيين كلهم في كل مكان، يعني مو بس بالعراق في كل مكان، وهاي يعني العراقي يعني معود شعبنا انه يرفع راسه في كل مكان. والف مبروك، وان شاء الله يعني الادوار اللي تيجي ان شاء الله نوصل للادوار النهائيه ان شاء الله. ننتقل لل المدربين. صراحه غير انك كابتن انت تحدد عرش اي مذيع في ال... طبعا ولا شو تقول يا خالد؟ اول شيء اقول مبروك للشعب العراقي، مبروك للشعب العرب جميعا، اللي اعتقد يعني مو اعتقد وانما هذا شيء راسخ يعني بيقين انه يعني شو ما تقول كلهم يحبون العراق، كلهم يتابعون العراق، لان تعرف يتعاطفون مع المنتخب العراقي للظروف اللي موجوده. ندي لهم هذا الفوز، والكل من تابعنا والجماعه بالمجلس حسب معلوماتي اليوم يقولون رقصوا بعد المباراه هنا بعد الفوز. مبارك ايضا مره ثانيه شعبنا الجريح، نتمنى من رب العالمين انه يوفق الجميع ويوفق شعبنا ويرجع الاخوان العرب مثل قبل امن والامان. مثل ما عرفت انه الفريق الاسترالي يلعب المباراه الاولى مع الفريق العماني، شاهدنا الفريق الاسترالي، شفنا انه الفريق الاسترالي يعاني من بطء بالحركه، خاصه انه بظل هذه الظروف المناخيه الصعبه اكثر لاعبيهم يلعبون بالدوري الاوروبي. اعتقد اختلاف كبير بالجو بين اوروبا وبين تايلاند. ربما الجماعه يتساءلوا، استراليا فريق كبير وكان جاي يخوف الموجودين في البطوله ككل، شو اللي حصل حتى حصدتوا 3 أهداف بثلاث نقاط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء اشكر يعني كل اللي فرح معانا بهذه النتيجه في مشرق العالم العربي وغربه، واعتقد انه الفراق العراق يعيش في ضمائرهم وفي وجدانهم، واعتقد انه هذا الفوز يشكل علامه مضيئه للكره العربيه عموما والكره العراقيه. الوفد الاداري الموجود هنا عمل كل ما هو وسعه ليل ونهار للسهر على راحه اللاعبين، جهزهم من الناحيه الصحيه بشكل كبير، الكادر الطبي كان متواجد، تم اخذ بعض اللاعبين الى المستشفيات للتاكد من اصاباتهم. اعتقد كل هذا توصلك الى نتيجه انه عليك ان تشتغل وعليك ان تجتهد وعليك ان تبذل جهود كبيره، ويبقى التوفيق من الله، واعتقد ان عداله الله وقفت معنا في مباراه اليوم. صحيح داخلين فندق حتى الجمهور الاسترالي يصفق لكم، الف مبروك. الله يبارك فيك واشكرك. يعني الحمد لله والشكر، اليوم مباراة قوية يعني الفريق الاسترالي ما يستهان به، وعملنا على هذا الشيء، وكانت مباراة يعني حلوة لنا بالنسبة لنا، والكثير من الناس كانوا يأملون بأن الفريق الاسترالي فريق قوي وقادر على التغلب على الفريق العراقي، لكن كل هذا وضعناه خلف واستعدينا لهذه المباراة، وكان المدرب أيضا له دور في هذه التوجيهات على هذه المباراة. شو تسمع أغاني عراقية اليوم؟ لا أغاني وطنية اسمع. أي أغنية تسمع؟
يعني اليوم يومك يا عراقي. الله الله اليوم يومك يا عراقي. اشياء مو طبيعيه وان شاء الله نتمنى للجميع التوفيق. قصرتوا يا شباب والف مبروك. طالعين من اللفت مشاهدين الكرام طبعا باتجاه الغرف وغرف لاعبي المنتخب العراقي، نحاول نعيش الفرحه معهم بتفاصيل مختلفه نوعا ما عن اي تغطيه ثانيه. ما حبينا انه ناخذهم وهم طالعين من الملعب، احنا نحب دائما ان نستاثر بالشيء الجميل لكم مشاهدينا عبر قناه الدوري والكاس.